حجزتها بموجب 62 عملية حجز، وذلك بالتنسيق مع كل المصالح الفاعلة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير بالناحية العسكرية الرابعة. وقد تمثلت مجمل المحجوزات التي أحبطت تهريبها مصالحنا فيما يلي: أولا المؤثرات العقلية، حيث حجزت ما يقارب بالمليون قرص مهلوس، وبالتدقيق 989,558 قرص مهلوس، حيث ساهم في ارتفاع هذه النسبة عملية أخيرة سجلتها مصالحنا بالفرقة المتنقلة بالوادي في خلال هذا الشهر. كانت عملية جد معتبرة، مكنت من إحباط تهريب 449,415 كبسولة بريغابالين 300 ملغرام.